بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يكون السؤال منهياً عنه نهي تحريم أو تنزيه، وإن كان المسؤول مأموراً بإجابة سؤاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من كماله أن يعطي السائل، وهذا في حقه من فضائله ومناقبه، وهو واجب أو مستحب. وإن كان بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم أن سؤال الناس ينقسم إلى ما هو محرم وشرك. شرك أكبر كسؤال الأموات والغائبين، قضاء الحاجات وتفريج الكربات مما عليه القبوريون، وقسم واجب وهو سؤال أهل العلم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقسم مكروه وهو سؤال الناس من الأمور المباحة، فإنه مكروه لما فيه من الذلة والافتقار إلى المخلوق، وسؤال مباح متساوي الطرفين، وهو أن يسأل الإنسان ما له من حق عند الآخر، كأن يكون له عنده دين أو وديعة، أو يسأل من بيت المال، فهذا يسأل شيئا من حقه، فهذا مباح إن شاء طلبه وإن شاء تركه. فهذه أقسام السؤال أربعة. ويكون السؤال مكروها في حق السائل أو محرما، يكون مكروها أو محرما في حق السائل. أما المسؤول فإنه يعطي السائل، قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. فالمسؤول يعطي السائل ولا يمنعه أنه يقول لعله ما هو محتاج، لعله كذا، هذا في ذمة السائل، فالسائل له حق، وليس المسؤول بمسؤول عن استحقاقها أو عدم استحقاقها، فيعطي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي السائل، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. ولو كان السؤال لا يجوز فإنه لا يرد عليه الصلاة والسلام، لا يرد سائلا. نعم، وهذا هو الذي ذكره هنا. أعيد العبارة. وقد يكون السؤال منهيا عنه نهي تحريم أو تنزيه، وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة سؤاله. نعم، مأمورا بإعطائه دون نظر إلى أن سؤاله جائز أو غير جائز، هذا مسؤوليته على السائل لا على المسؤول. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من كماله أن يعطي السائل، وهذا في حقه من فضائله ومناقبه، وهو واجب أو مستحب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي السائل ولا يرد سائلا، وهذا من فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم ومناقبه،
وكذلك من اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا يعد من مكارم المسؤول ومناقبه أنه لا يرد سائلا. نعم. وإن كان نفس سؤال السائل منهيا عنه، ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر الصحابة سألوه شيئا من ذلك، ولا سألوه أن يدعو لهم وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين. نعم. الصديق أبو بكر رضي الله عنه ما ذكر عنه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، لعلمه أن هذا أمر مكروه، فكان الصديق يسأل هو ربه عز وجل ولم يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، لعلمه أن الرسول يكره ذلك أو لا يستسيغه، فكان لا يسأل لا يطلب من الرسول الدعاء لنفسه، وإنما يطلب منه الدعاء للمسلمين، مثل ما إذا أجدبوا إنه يدعو لهم، يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالغيث السقيا، هذا عام للمسلمين. كذلك يطلبون منه أن يدعو الله للمسلمين بالنصر على العدو، فهذا لا بأس به. نعم. كما أشار عليه عمر رضي الله عنه في بعض مغازيه لما استأذنوه في نحر بعض ظهرهم، فقال عمر: يا رسول الله، كيف بنا إذا لقينا العدو غدا رجالا جياعا؟ ولكن نعم، في بعض المغازي أصابت الصحابة مسغبة شديدة لنفاد ما معهم من الزاد، فجاء بعضهم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في نحر بعض الإبل التي يركبونها لأجل أن يأكلوا من لحمها دفعا للجوع والمسغبة. جاءه عمر رضي الله عنه وأبدى له مشورة وقال: لو نحرنا من الإبل لقل المركوب فنلقى عدونا مشاة رجالا، يعني نمشي، هذا ضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه هذه المشورة، ثم أشار عليه أن يدعو العسكر أن يأتي كل بما معه من بقايا الطعام، وأن يجمعه صلى الله عليه وسلم ويدعو له بالبركة. فبسطوا النطع أو النطوع، فكل جاء بما عنده، كسرة تمر، كسرة خبزة، قليل من الدقيق إلى آخره، فاجتمع عند الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة مما جاءوا به، فدعا عليه البركة فبارك الله فيه، وكل أخذ منه ما يكفيه ببركة دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من مواقف عمر رضي الله عنه العظيمة، المشورة العظيمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت البركة على هذا المجموع وكل أخذ ما يكفيه، واندفعت بذلك حاجتهم، وبقيت لهم مراكبهم وإبلهم. نعم. الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه طلب من الرسول أن يدعو أن ينزل الله البركة للعسكر الذين معه، لم يطلب لنفسه، إنما طلب للغزو كله. نعم. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بنا إذا لقينا العدو غدا رجالا جياعا؟ رجالا يعني ماشين، وجياعا ليس معنا شيء، لا شك أن هذا ضعف، فربما يتغلب عليهم العدو
وهذا من فاقد نظره رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في الأمور التي لم ينزل عليه فيها وحي من الله سبحانه وتعالى، يستشيرهم في المنازل، يستشيرهم في الرحيل، يستشيرهم في لقاء العدو، يستشيرهم عليه الصلاة والسلام ليستطلع آراءهم، كما قال الله جل وعلا: وشاورهم في الأمر. نعم. ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله بالبركة فإن الله يبارك لنا في دعوتك، وفي رواية: فإن الله سيغيثنا بدعائك. نعم، هذا محل الشاهد، أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالبركة، فدل على أن طلب الدعاء للمسلمين ليس بمكروه، وإنما المكروه طلب الدعاء للسائل فقط. نعم. وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين، سأله أن ينحر بعض الإبل بعض المسلمين، هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين، كما سأله الأعمى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره، وكما نعم، هذا حديث مشهور، أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يرد علي بصري، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي ويدعو الله، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياته يطلب منه الدعاء عليه الصلاة والسلام. نعم. وكما سألته أم سليم أن يدعو الله لخادمه أنس، وكما سألته أم سليم الأنصارية رضي الله عنها، أم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صغيرا وقالت: هذا أنس يخدمك، طلبت منه أن يدعو له، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الأولاد وصلاح العمل، فطال عمره رضي الله عنه، كثر أولاده ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من قدم المدينة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. الشاهد منها أن أم سليم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهذا الغلام، فدل على أن طلب الدعاء من الرسول أو من غيره، طلب الدعاء أنه جائز، وإن كان كما سبق مكروها في بعض الأحوال. ثم أيضا هذا ليس طلب دنيا، أم سليم لم تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دنيا، وإنما طلبت ما هو أعلى من ذلك، وهو أن يبارك الله في هذا الغلام، وأن يطيل في عمره على عمل صالح، فهذا من طلب الدعاء فيما هو أفضل من الدنيا، والكلام المكروه إنما هو في أمور الدنيا. نعم. وكما سأله أبو هريرة رضي الله عنه أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده المؤمنين. نعم، لما أسلم أبو هريرة رضي الله عنه عام خيبر، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ودعا الله، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه بالهداية، فدعا لها فأسلمت، ثم طلب منه أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى المسلمين، فدعا لهم فصاروا محبوبين عند المسلمين. نعم. وهذا ليس طلب دنيا، إنما هو طلب دين.
نعم. ونحو ذلك. وأما الصديق رضي الله عنه فقد قال الله فيه وفي مثله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الشاهد فيه أن الصديق كان يؤتي ماله، يعني يتصدق وينفق، ولا يريد من ذلك من الناس جزاء، وإنما يريد من الله، فهو ينفق المال رغبة فيما عند الله عز وجل. وسيجنبها، يعني النار التي تلظى، سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني ينفق في سبيل الله ليزكي نفسه ويطهرها. ولم يقصد بهذا المكافأة من الناس، لا بالدعاء ولا بغيره، ما يقصد منهم المكافأة لا بدعاء ولا بغيره، وإنما يقصد وجه ربه الأعلى. قال الله جل وعلا: ولسوف يرضى، هذا وعد من الله أن يرضيه، وهذا عام في أبي بكر وغيره، الذي ينفق ينبغي له أن يخلص النية لله عز وجل، ولا يريد من الناس مقابلة، لا يريد مقابلة من الناس لا بدعاء ولا بغيره، وإنما يريد من الله. نعم. وقد ثبت في الصحاح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق، أثنى عليه بخصلتين عظيمتين: أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى وفاته وهو يدافع عنه ويلازمه في أسفاره وفي حضوره، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ومدافعا عنه، هذه الصحبة. والخصلة الثانية المال، كان ينفق ماله في سبيل الله عز وجل، كان ينفق ماله لا سيما في الأزمات التي تنزل بالمسلمين، كان أبو بكر ينفق ماله فيها، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف له منزلته، وهذا فيه إشارة إلى استخلافه من بعده: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولم يمنعه من ذلك إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله، وخليل الله لا ينبغي أن يتخذ خليلا غير الله، فهذا فيه فضل أبي بكر الصديق. والشاهد منه أنه من بماله على المسلمين وفي مصالح المسلمين، وليس المن الذي المراد به، المن الذي المراد به طلب المدح أو إيذاء الناس بأنه يعطيهم، لا، المن المراد به العطاء، المن المراد به كثرة العطاء. نعم. فلم يكن في الصحابة أعظم منه، فلم يكن في الصحابة أعظم منة من الصديق، أعظم، فلم يكن في الصحابة أعظم منة من الصديق في نفسه، أعظم منة، فلم يكن في الصحابة أعظم منة من الصديق في نفسه وماله. نعم، في نفسه أنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ولازمه، ويتعرض للأخطار، يتعرض للأخطار مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويدفع عنه أذى قومه، وهذا شيء معروف له، وبماله فكان ينفقه في الأزمات وفي الحوائج، حوائج المسلمين. نعم. وكان أبو بكر رضي الله عنه
إنما يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يؤتي ماله يتزكى. أبو بكر الصديق ومن عمل مثل عمله، يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لا يريد المقابلة من الناس، أو أنه يعطي الناس لأنهم أحسنوا إليه. وكون الإنسان لا يحسن إلا إلى من أحسن إليه هذه مكافأة، وليست الفضل والشرف في الذي يحسن إلى الناس عموما، من أحسن إليه ومن لم يحسن إليه. نعم. وكان أبو بكر رضي الله عنه إنما يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يطلب جزاء من مخلوق. فقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نعم. فلم يكن لأحد عند الصديق نعمة تجزى، فإنه كان مستغنيا بكسبه وماله عن كل أحد. لم يكن عند الصديق منة لأحد، ما كان يحتاج إلى الناس ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس، بل كان رضي الله عنه يكتسب ويتجر ويعمل الأسباب لطلب الرزق لأجل أن يستعين به على طاعة الله عز وجل. فلم يكن عنده منة لأحد استغناء بالله عز وجل. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يستغني بالله ولا ينظر إلى الناس، وأيضا لا يقصر إحسانه على من أحسن إليه، بل يحسن إلى من أحسن إليه وإلى من لم يحسن إليه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له على الصديق وغيره نعمة الإيمان والعلم، وتلك النعمة لا تجزى، فإن أجر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها على الله. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم له من على جميع الأمة، على أبي بكر الصديق وعلى غيره. الله ورسوله أمن، فالمنة لله سبحانه وتعالى، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالمن لله عز وجل ثم للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول أحسن إلى الأمة لأنه دعاها إلى الإسلام وعلمها، فله من الأجر مثل أجور من تبعه. كل من عمل عملا صالحا من هذه الأمة من أولها إلى آخرها فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه هو الذي دل الأمة على ذلك. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فكان صلى الله عليه وسلم له من الأجر مثل أجور أمته. نعم. وتلك النعمة لا تجزى، فإن أجر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها على الله، كما قال الرسول الله. ما دعاهم، كل الرسل ما دعوا قومهم يرجون منهم نفعهم أو الثناء عليهم أو أن يدعوا لهم، بل دعوهم لوجه الله عز وجل. ولهذا تكرر في الآيات: قل ما أسألكم عليه من أجر. وكل رسول يقول لقومه: ما أسألكم عليه من أجر، دعوتي لكم لا أريد منكم أن تقابلوها بالمنفعة لي، بل أنا أريد المنفعة من الله عز وجل. وهكذا يجب على الداعية أن لا يقصد من الناس نفعا دنيويا ولا دينيا، وإنما يقصد من الله عز وجل. هذا أخلص في العمل، أخلص لوجه الله عز وجل. فالذي يدعو إلى الله يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن أجر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها على الله، كما قال الله تعالى:
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كل رسول يقول هذا لقومه: ما أسألكم عليه من أجر. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال الله له: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فهو لا يدعو الناس يريد منهم مقابلة نفع من مال أو دعاء أو غير ذلك، وإنما يدعوهم إلى الله يريد الأجر من الله عز وجل. نعم. وأما علي وزيد وغيرهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عندهم نعمة تجزى، فإن زيدا كان مولاه فأعتقه. قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة الكلبي، كان مملوكا لخديجة رضي الله عنها، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، فصار مولا للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عتيق الرسول، فصار للرسول صلى الله عليه وسلم منا عليه بالعتق. ولهذا قال جل وعلا: وإذ تقول للذي، يعني زيد بن حارثة رضي الله عنه، تقول للذي أنعم الله عليه، أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعمت عليه يعني بالعتق، أمسك عليك زوجك واتق الله. لما جاءه يشكو إليه زوجته وأنها تسيء إليه وأن يريد أن يطلقها، النبي صلى الله عليه وسلم نصحه. لكن الشاهد في قوله: أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فصار للرسول صلى الله عليه وسلم نعمة على زيد بالعتق. ولهذا يقول العلماء في الولاء في الميراث: الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، دل على أن الإعتاق نعمة ينعم بها السيد على مملوكه. نعم، هذا منة الرسول صلى الله عليه وسلم على زيد بن حارثة مولاه بالعتق. نعم. وعلي رضي الله عنه كان في عيال النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان أبو طالب فقيرا، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا، وكان عنده أولاد، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليا وجعله في بيته ينفق عليه، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم له على علي منة في أنه رباه في بيته وأنفق عليه وعلمه. نعم. وعلي رضي الله عنه كان في عيال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بيته، وما هم من عيال النبي ومن عيال أبي طالب، لكن من عياله، يعني من يعولهم، يعني من عائلته الذين يعولهم. نعم. لجدب أصاب أهل مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم والعباس التخفيف عن أبي طالب من عياله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى عياله، وأخذ العباس جعفرا إلى عياله، وهذا مبسوط في موضع آخر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليا وضمه إلى عياله ينفق عليه ويربي تخفيفا عن أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخ أبي طالب، أخذ جعفر ابن أبي طالب وضمه إلى عياله، قصدهم من هذا الإحسان إلى أبي طالب والتخفيف عنه. نعم. والمقصود هنا أن الصديق كان أمن الناس في صحبته وذات يده لأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونه كان ينفق ماله في سبيل الله كاشترائه المعذبين. نعم، أبو بكر رضي الله عنه كان أمن الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وبماله كما سبق، ومن منته بماله
رضي الله عنه أنه كان يشتري المعذبين، لأن بلالا وغيره ممن أسلموا في مكة جعل المشركون يعذبونهم لأجل أن يرتدوا عن الإسلام، أسيادهم جعل أسيادهم يعذبونهم من أجل أن يرتدوا عن الإسلام، فيأتي أبو بكر رضي الله عنه فيشتريهم ويعتقهم، ومن هؤلاء بلال رضي الله عنه، فإن أبا بكر اشتراه وأعتقه وخلصه من المشركين ومن أذاهم، فهذا من عمل أبي بكر الجليل رضي الله عنه، لا يقصد من هذا إلا وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً في خاصة نفسه لا إلى أبي بكر ولا غيره، بل لما قال له في سفر الهجرة إن عندي راحلتين. النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يجود على النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعنى أنه يجود على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أغناه الله من عنده، وإنما يجود عليه فيما ينفقه في سبيل الله، كان يجود على النبي صلى الله عليه وسلم في الأزمات التي تعرض للرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فهو لا يعطيه شيئا لنفسه، وإنما يعطيه شيئا للمسلمين على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بل لما قال له في سفر الهجرة إن عندي راحلتين فخذ إحداهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. نعم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة صحب معه أبا بكر، وكان عند أبي بكر راحلتين، أراد أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ويهب له واحدة منهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل بالثمن، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يأخذ الراحلة بدون ثمن. نعم. فدل على أنه لا يأخذ من أبي بكر ولا غير شيئا لنفسه، وإنما يأخذه في سبيل الله. نعم. فهو أفضل صديق لأفضل نبي. الرسول صلى الله عليه وسلم هو صديق الأمة، هو صديق الأمة، ولذلك يلقب بالصديق، والصديق هو كثير الصدق، الصديق هو كثير الصدق، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أبو بكر صديق عند الله ورسوله، يعني كثير الصدق، ولم يجرب عليه كذب أبدا رضي الله عنه. نعم. فهو أفضل صديق لأفضل، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، صدق الله ورسوله، وصدق الصادقين رضي الله عنه، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. نعم. الذي جاء بالصدق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر، أو في مقدمة المصدقين للرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر. نعم. فهو أفضل صديق لأفضل نبي. نعم. وكان من كماله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. كان الصديق رضي الله عنه لا يعمل ما يعمله من الأعمال الجليلة إلا طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، لا يريد من الناس شيئا. نعم. لا يطلب جزاء من أحد من الخلق، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، وإنما يطلب من الله وحده. نعم. ومن الجزاء أن يطلب الدعاء، قال الله تعالى ومن الجزاء أن يطلب الدعاء، فهذا هو وجه الكراهية، أنك ما تطلب الجزاء من الناس بالدعاء، تقول ادعوا لي، إذا أحسنت إليهم تقول ادعوا لي، أو تحسن إليهم بقصد أنهم يدعون لك، هذا ما ينبغي. الذي ينبغي أن تخلص الإحسان لله عز وجل،
لا تطلب من المخلوق شيئا، كما قال الله جل وعلا في الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. ومن الجزاء أن يطلب الدعاء، قال الله تعالى: من الجزاء الذي لا ينبغي أن يطلبه المحسن طلب الدعاء فيترك هذا. نعم. قال الله تعالى عمن أثنى عليهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والدعاء جزاء، كما في الحديث: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. فجعل صلى الله عليه وسلم الدعاء مكافأة على الإحسان، فلا ينبغي للمحسن أنه يتطلع إلى الدعاء أو يطلب الدعاء من المحسن إليه، لأن هذا نقص في الإخلاص، نقص في الإخلاص لله عز وجل. نعم. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول: اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله. هذه عائشة أم المؤمنين ما كانت تريد الدعاء من الناس، كانت تحسن إلى الناس ولا تريد الدعاء منها، وحتى لو دعوا فإنها تدعو لهم في مقابل دعائهم لئلا يبقى لهم منا. ولهذا كانت توصي مندوبها بالصدقة أن يستمع ما يقولون، فإذا دعوا لعائشة دعت لهم بمثله من أجل المقابلة. نعم. فهذا من الإخلاص، هذا من الإخلاص لله عز وجل. نعم. وقال بعض السلف: إذا قال لك السائل بارك الله فيك فقل: وفيك بارك الله. نعم. إذا قال لك بارك الله فيك رد عليه وقل: وفيك، يعني بارك الله فيك، ولا تسكت لأجل تقابل دعاءه بدعاء ولا يبقى له فضل عليك، ولا يبقى له فضل عليك، وقد كافأته كما سبق بالدعاء حتى لا يبقى فضل لأحد عليك إلا الله سبحانه وتعالى. هذا كله عود على ما سبق من أنه لا يسأل المخلوقين وإنما يسأل الله السؤال الجائز، فكيف بالسؤال المحرم والشرك أن يسأل من الأموات أو من الغائبين؟ هذا سؤال كفر وشرك بالله عز وجل. نعم. فمن عمل خيرا مع المخلوقين، سواء كان المخلوق نبيا أو رجلا صالحا أو ملكا من الملوك أو غنيا من الأغنياء، فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لله يبتغي به وجه الله، لا يطلب. أعد. فمن عمل خيرا مع المخلوقين، سواء كان المخلوق نبيا أو رجلا صالحا أو ملكا من الملوك أو غنيا من الأغنياء، فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لله يبتغي به وجه الله، لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره. لا من إذا أحسنت إلى أحد فلا تطلب من ذلك الأحد جزاء، لا بالدعاء ولا بغيره، ليكون خالصا لوجه الله عز وجل. وهذه مرتبة عظيمة قل من يصل إليها ويفطن لها. نعم. لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره، لا من نبي ولا رجل صالح ولا من الملائكة، فإن الله سبحانه أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين. نعم. وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به. نعم. هذا كله امتداد للمسألة السابقة في الرد على الذين يدعون الأموات والغائبين، فإن هذا شرك أكبر. إذا كان هذا في الأمور العادية لا ينبغي
الأمور العادية والأمور المباحة لا ينبغي، فكيف بالأمور التي هي شرك أو كفر؟ فالمسلم يستغني بالله ولا يلتفت إلى أحد، والله قريب مجيب، وأمرك أن تدعوه ووعدك أن يستجيب لك، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلا حاجة إلى أنك تطلب من الناس أنهم يدعون لك أو تحسن إليهم من أجل كافئونك، اطلب المكافأة من الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، فلا يقبل من أحد دينا غيره. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ثلاثة أشياء: الاستسلام بالتوحيد والبراءة من الشرك، فلا يكون توحيدا إلا مع البراءة من الشرك، والانقياد له بالطاعة في أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى، هذا هو الإسلام، أن تستسلم لله عز وجل. وهو بهذا المعنى دين جميع الرسل، وكل الرسل كلهم على هذا الدين، كلهم على التوحيد وعلى البراءة من المشركين، وكلهم على العمل بما شرع الله سبحانه وتعالى. فالإسلام هو عبادة الله في كل وقت بما شرع. الشرائع مختلفة، الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فمن عبد الله بما شرعه في كل وقت فهو مسلم، ويشمل هذا جميع الأنبياء وأتباع الأنبياء. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به إلى أن تقوم الساعة، ونسخ الله به الشرائع السابقة، وبقي شريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، فلا يقبل من أحد دينا غيره. قال الله تعالى: فلا يقبل من أحد دينا غيره. نعم. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. من يبتغي غير الإسلام في جميع الأوقات، هو المراد به خصوص الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. المراد بالإسلام عبادة الله في كل وقت بما شرع في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. فالذين كانوا من أتباع نوح عليه السلام كانوا مسلمين، والذين من أتباع إبراهيم مسلمين، والذين كانوا من أتباع موسى مسلمين، الذين كانوا من أتباع المسيح ابن مريم مسلمين، وكل من عبد الله بما شرع في وقته فإنه مسلم. نعم. كان نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام، على الإسلام، الإسلام العام. نعم. قال نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. قال نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين، أي أن أخلص العبادة لله عز وجل وأترك عبادة ما سواه وأعمل بما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال عن إبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فقال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. فهذا إبراهيم من المسلمين، ويعقوب حفيده، يعقوب الذي هو إسرائيل حفيد إبراهيم، من المسلمين. فكل
فكل نبي وكل من اتبع الأنبياء فإنه مسلم، فإنه مسلم. لكن بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى إسلام إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. فالذي يبقى على اليهودية أو على النصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هذا كافر، لأنه يعمل بدين منسوخ، والعمل إنما يكون بالناسخ ويترك المنسوخ. هو كان دينا في وقته قبل أن ينسخ، لكن لما نسخ لم يبقى دينا لله عز وجل، صار دين الله هو الناسخ. نعم. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم. وقالت السحرة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. نعم. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، على مفعول، أي النبيون يحكمون الذين أسلموا، فأتباع الرسل مسلمون. نعم. وقال عن الحواريين: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الحواريون أتباع عيسى عليه السلام، الحواريون هم الأتباع، وأتباع عيسى يقال لهم الحواريون. والحواريون قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وفي الآية الأخرى واشهد بأننا مسلمون، في آل عمران واشهد بأننا مسلمون، وفي المائدة واشهد بأننا مسلمون. نعم. ودين الإسلام مبني على أصلين. دين الإسلام جميع الملل الإلهية مبني على أصلين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول. الإخلاص لله فهذا ينفي الشرك، والمتابعة للرسول هذا ينفي البدعة، لأنه لا يعبد الله إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ودين الإسلام مبني على أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده بما شرعه من الدين. بما شرعه من الدين، لا بأهوائنا وإحداثات فلان أو علان، وإنما بما شرعه الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. وهذا كما في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه هذا الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده بما شرعه من الدين، وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب، فيعبد. نعم. كل الإسلام مبني على أصلين: الإسلام في عهد نوح، في عهد إبراهيم، في عهد كل نبي مبني على أصلين: الإخلاص لله والمتابعة لذلك الرسول الذي في وقته، الذي في وقته، هذا هو الإسلام. نعم. فيعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك. في كل زمان. نعم. فيعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان. في ذلك الزمان، فإذا نسخ يتحول منه إلى الناسخ. نعم. فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين. قبل أن تنسخ، المحكم غير المنسوخ، لأن النصوص تنقسم إلى قسمين: محكم هذا الذي لم ينسخ، ومنسوخ هذا يسمى غير محكم، المنسوخ غير محكم. نعم. النسخ هو الإحكام. نعم. فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين في وقتها. نعم. وكذلك لما كانت محكمة يعني غير منسوخة كان العاملون بها مسلمين. نعم. وكذلك شريعة الإنجيل. شريعة الإنجيل شريعة عيسى عليه السلام
كان العاملون بها في وقتهم مسلمين، ولذلك قالوا اشهد بأننا مسلمون. نعم. وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فرضت الصلاة في مكة كان يصلي إلى بيت المقدس، لأنه لم يؤمر بالتحول، لكنه كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ثم لما هاجر إلى المدينة أيضاً كان يصلي إلى بيت المقدس، وصلى معه المسلمون في المدينة إلى بيت المقدس. ثم لما أمره الله بالتوجه إلى الكعبة توجه إليها. الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس هي من الإسلام، لأنها عمل بما شرع الله في ذلك الوقت. ولهذا لما تأسف الصحابة بعد تحول القبلة تأسفوا على الأموات الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله تعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. وهذا يدل على أن العمل من الإيمان، لأنه يعني سمى الصلاة إيمانا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنها مشروعة في ذاك الوقت. نعم. وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام، ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام. الصلاة إلى الكعبة صارت من الإسلام، لأنها بأمر الله سبحانه وتعالى، والإسلام هو اتباع ما أمر الله به، هذا هو الإسلام. نعم. والعدول، كانت الصلاة إليها من الإسلام، والعدول عنها إلى الصخرة خروجاً عن دين الإسلام. نعم، فمن توجه إلى بيت المقدس بعد أن أمر الله بالتوجه إلى الكعبة هذا خروج على أمر الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يدور مع أمر الله، لا يدور مع هواه ومع العادات والتقاليد، وإنما يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى، حيث أمره يتوجه. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. فالعبد يدور مع أوامر الله، أينما وجهه الله يتوجه، هذا هو الإسلام. أما الذي يبقى على المنسوخ ويترك الناسخ هذا لا يدور مع أمر الله، إنما يدور مع هواه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالذي يبقى على الصلاة إلى بيت المقدس هذا قد انقلب على عقبيه والعياذ بالله، وارتد عن دين الإسلام. نعم. فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم. كل من لم يعبد الله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبع الأنبياء فهو مشرك وكافر. وكل من اتبع نبيا من الأنبياء وعمل بشريعته فهو مسلم في وقته. نعم. فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم، ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين. نعم، هذا هو الشرط الأول. نعم. كما قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني العبادة، لئلا يقصدوا بها غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه، وما كان فيه شرك فإن الله لا يقبله. نعم.
وقال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فاعبد الله مخلصا له الدين، ثم قال: ألا لله الدين الخالص، فدل على أن الذي فيه شرك ليس لله ولا يقبله الله، ما داخله الشرك فإن الله لا يقبله ويرده على صاحبه، وإنما يقبل الله ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. نعم. فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة كالإيمان بالله ورسوله والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال هو مأمور بأن يفعله خالصا لله رب العالمين. نعم. لا يطلب من مخلوق عليه جزاء، لا دعاء ولا غير دعاء. فالرجوع إلى المسألة التي مرت، فالإنسان يخلص عمله لله ولا يرجو من الخلق لا دعاء ولا غيره، وإنما يرجو من الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء لا دعاء ولا غيره. ولكن الذي يطلب الدعاء من الناس لا يقال أنه مشرك لأنه لم يخلص، بل يقال هذا نقص في إخلاصه، ولا يقال أنه مشرك. قد يكون شركا أصغر ليس شركا أكبر، الشرك على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. نعم. وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب، بل ولا يستحب إلا في بعض المواضع، ويكون المسؤول مأمورا بالإعطاء قبل السؤال. وإذا كان وإذا نقف عند هذا، هذه مباحث عظيمة ومباحث جليلة دقيقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الخلة منزلة عالية أعطيها إبراهيم عليه السلام، وأعطيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثلما أعطي إبراهيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. السؤال: نسمع ونقرأ لبعض العلماء أن خلة محمد عليه الصلاة والسلام أعظم من خلة إبراهيم عليه السلام، هل في الأدلة ما يفيد هذا الكلام؟ نعم، هو كذلك. الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما في شك. محمد هو أفضل الرسل وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. مما يدلك على هذا أن الله أعطاه القرآن الذي هو أعظم الكتب، وجعل شريعته عامة للبشرية كلها. قال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا ما حصل لأي نبي من الأنبياء، لا إبراهيم ولا غيره. وأيضا شريعته باقية لا تنسخ، بينما شرائع الأنبياء السابقة نسخت بالإسلام. هذا كله يدل على أن نبينا هو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا علم أن شخصا معينا مستجاب الدعوة، هل يصح أن نقصده ونطلب الدعاء منه تصريحا أو تعريضا؟ وكيف نجمع بين ذلك وبين ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه طلب الدعاء من أويس القرني؟ هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقدم عليكم رجل من اليمن اسمه أويس القرني، كان بارا بأمه، فإن استطعتم أن يدعو لكم. هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بهذا الرجل. نعم. وكما مر أنه هذا جائز أنك تطلب الدعاء من غيرك، لكن كونك تستغني تدعو الله أنت أحسن. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم، لكن هذا الرجل له ميزة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فله خاصية وميزة. نعم. ما تحصل لكل أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك كراهة في
في طلب الدعاء من الوالدين بحكم أن دعوتهما لولدهما مستجابة؟ هو جائز أنك تطلب الدعاء من أي مسلم، لكن كونك تستغني عن الوالدين وغيرهم تتوجه أنت إلى الله هذا أفضل وأخلص في العمل. ثم لا تفهمون أن هذا ممنوع، هذا جائز، لكن كونك أنت تتوجه إلى الله تعبد الله، لأن الدعاء عبادة، لا تتكل على عبادة غيرك، أن تدعو الله عز وجل، والله قريب مجيب، فهذا أفضل من أنك تطلب من أحد أن يدعو لك، وإن كان هذا جائزا، فالاستغناء عن الجائز أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، هل هناك فرق بين الإيمان والإسلام في هذه الآية؟ كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، بينهما فرق عموم وخصوص. لما قال إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين قدم الإيمان، فكل مؤمن فهو مسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من استهزأ أو سب الصديق رضي الله عنه يعتبر كافرا، أو نقول إنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب؟ إن كان سب الصديق أو غيره من الصحابة لشخصه هذا كبيرة من كبائر الذنوب، أما إن كان سبه لصحبته وخلافته ومقامه في الإسلام هذه ردة، هذه ردة، لأن الله أثنى على الصحابة وزكاهم ومدحهم، خصوصا الصديق أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أثنى عليه الله في القرآن: والذي جاء بالصدق وصدق به وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هذا مكذب لله عز وجل ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم في ثنائه على الصديق وتزكيته، هذا مرتد عن دين الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أحسنت إلى أحد قاصدا وجه الله ولكن المحسن إليه يريد أن يجزيني، هل قبول هذا الجزاء يعد نقصا في الإخلاص؟ إذا هو ابتدأك بهذا ولم تتطلع إليه فلا يعد نقصا في الإخلاص، لأنك لم تقصده وإنما هو الذي فعل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقوم بإلقاء كلمة وعظية في أي مكان وقام الحضور بالدعاء له بدون أن يطلب منهم، فهل يعد ذلك نقصا في إخلاصه وماذا يفعل؟ مثل الجواب اللي قبله، إذا كان ما قصد أنهم يدعون له وإنما قصد نفعهم والإحسان إليهم وتعليمهم فلا ينقص ذلك من أجره شيئا، لأنه ما طلب هذا منهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يذكر الصديق لصديقه هذه الكلمة: لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذتك خليلا؟ هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع الله، خاص بالرسول مع الله، أما بين الناس فلا مانع أنك تتخذ خليلا، والصحابة اتخذوا الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا، قال أبو ذر أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة قال لي خليلي رسول الله، إنما الرسول هو الذي لا يتخذ من الناس خليلا، أما أن الناس يتخذون بعضهم بعضنا خلا أو يتخذون الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا فلا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يستدل بحديث الأعمى على جواز التوسل بجاه أهل الفضل إلى الله حال الدعاء، لقوله في الحديث المذكور: أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة أن ترد إلي بصري، فرد الله إليه بصره، فكيف الرد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالدعاء ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، معنى قولها أتوجه بنبيك يعني بدعائه، توجه بدعائه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالدعاء ودعا له صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحضوره، في حياته وحضوره سبق لنا أنه يجوز أنك تطلب من الحي الحاضر دعاء أو مال أو غير ذلك،
إنما الكلام في بعد موته صلى الله عليه وسلم، فلا يتوجه بالرسول بعد موته أو يتوسل به بعد موته، هذا لا يجوز. فالقصة مع الأعمى هذه في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحضوره، والمقصود بالتوجه طلب الدعاء، لأن الأعمى قال له ادعو الله أن يرد علي بصري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد طبيب في إحدى الدول المجاورة يعالج المرضى بواسطة أطباء من الجن، حيث يأتون إلى المستشفى فينومهم هذا الطبيب عنده وقبل التنويم يخبرهم بنوع المرض، ثم يشغل لهم أشرطة القرآن حتى يناموا، ثم يعمل لهم العملية بواسطة الجن المسلمين. السؤال: ما رأي فضيلتكم بهذا العمل؟ وهل يجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ وهل يجوز الذهاب لهذا الطبيب؟ هذا مشعوذ ودجال، ولا يجوز الذهاب إليه، يدخل في الكهان وفي السحرة. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والجن غائبون، لا يجوز الاستعانة بالغائبين، عالم غائب عنا، لا يجوز الاستعانة بهم. ثم أيضا من اللي يضمن أنهم مسلمون؟ قد يكونون من شياطين ويريدون تضليل الناس. الحاصل أن هذا دجال ولا يجوز الذهاب إليه، ومن ذهب إليه فإنه يدخل في الحديث: من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. نعم. يقول فضيلة أو تطير أو تطير له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نأثم على وجود من يتوسل بالقبور في الدول المجاورة جهلا منه، ونحن لم نقم بدعوته ولم نعلمه؟ بلا شك إن العالم وطالب العلم إذا رأى الناس على المنكر، إذا رأهم على المعاصي اللي دون الشرك ولم ينههم أنه آثم، فكيف إذا رآهم على الشرك أو وسائل الشرك ولا يبين لهم؟ يكون آثماً وكاثماً للعلم، فعليه أن يبين وأن يدعو إلى الله وأن يحذرهم من الشرك، ولا يسكت ويقول أنا ما علي منهم. ما أصاب المسلمين ما أصابهم الآن من هذا الذل والهوان والضعف إلا بسبب ترك الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وترك الناس يغطون في الشرك الأكبر حول القبور ولا أحد يتكلم أو يبين. مؤسسات الدعوة وين راحت الآن؟ هل يشغلوا الناس به؟ مؤسسات الدعوة، مركز الدعوة، كذا الدعوة، وين؟ أنا أشوف أن القبور تعبد من دون الله في الأمصار وفي الأقطار، ولا غير منها شيء. وين الدعوة إلى الله عز وجل؟ دعوة بالاسم فقط؟ ما يبقى هذه الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستفاد من سؤال أبي هريرة رضي الله عنه سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده المؤمنين، هل يستفاد أن الذين يطعنون في أبي هريرة ويكفرونه أنهم ليسوا بمؤمنين وأنهم كفار فيكفرون بذلك؟ كل الصحابة يجب محبتهم، كل الصحابة تجب محبتهم، أبو هريرة وغير أبي هريرة، فلا يعادي الصحابة إلا منافق الذي في قلبه إيمان، لا يعادي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ولهذا قال: ليغيظ بهم الكفار، الذي يغتاظ من الصحابة يكون من الكفار والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم. يقول الإمام ابن رجب: فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع ذرة منه على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. ما معنى قوله هو الإكسير؟ إكسير الأصل، يعني الإكسير هو الأصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ: والموحد قد يغفر الله له جميع الذنوب،
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، في الحديث القدسي يقول الله لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. التوحيد يكفر الله به الذنوب، قد يكفر الله به الذنوب جميعا، وقد يعذب العصاة بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم إلى الجنة بسبب توحيدهم. فالموحد لا بد له من دخول الجنة، الموحد اللي مات على التوحيد لا بد له من دخول الجنة، إما من أول وهلة وإما بعد أن يعذب في النار بقدر ذنوبه، وإنما يخلد في النار أهل الشرك والكفر والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أهل العلم أن ما يضاف إلى الله ينقسم إلى أقسام، فمن أي الأقسام قوله تعالى نار الله الموقدة؟ لا، إلى قسمين، مو إلى أقسام. المضاف إلى الله إلى قسمين: إضافة صفة إلى الموصوف كعلم الله وكلام الله وقدرة الله وإرادة الله، هذه إضافة صفة إلى ويد الله ووجه الله، هذه إضافة صفة إلى موصوف، أو إضافة مخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله وعبد الله رسول الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه فتاة من إحدى الدول العربية تقول نحن ندرس في قسم الشريعة والذي يلقي علينا الدروس رجال. نحن، هذه فتاة إيش؟ من إحدى الدول العربية. نعم. تقول نحن ندرس في قسم الشريعة والذي يلقي علينا الدروس رجال، علما أن الذين في القاعة كلهم من النساء وهن محتشمات لا يظهر منهن شيء ولا يتخاطبن مع المحاضر، وإنما الأسئلة تكون في ورقة، فهل يجوز لها الدراسة في هذا القسم؟ أولاً لا بد أن تكون اللي تعلم النساء وتطبب النساء من النساء، معلمة من النساء، كما عندنا في المملكة الآن والحمد لله أن النساء يتعلمن على أيدي النساء، ولا مانع أن يدرسهن رجل من وراء الشبكة المغلقة، من وراء الشبكة المغلقة. الحالة الثالثة ما ذكرت في السائلة، إذا كان ما فيه شبكة مغلقة ولا فيه نساء يدرسنا ويطلبنا العلم على رجل، لا مانع إذا كنا محجبات ومحتشمات ولا يحصل شيء من المحاذير أو الخلوة أو غير ذلك، هذه المرحلة الثالثة. لكن قبلها أن تكون النساء مع النساء والرجال مع الرجال، أو من وراء شبكة يستفيدنا من الرجال، أو الحالة الثالثة أقل الأحوال هو ما ذكرته السائلة. فإذا كانت لا تجد نساء ولا تجد شبكة مغلقة وليس فيه إلا هذا القسم، فلا مانع مع ما ذكرته من الاحتشام والالتزام بآداب الشرع. نعم. والبعد عن الريبة، عن الخلوة، عن الخضوع بالقول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قام من النوم قريبا من الظهر وأراد أن يصوم وينوي بصومه يوما من ست شوال، فهل يجوز؟ نعم. رجل قام من النوم قريبا من الظهر وأراد أن يصوم وأن ينوي بصومه يوما من ست شوال، فهل يجوز له هذا؟ لا بأس، ما دام أنه لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر يجوز أن ينوي الصوم في وسط النهار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل طلب الشفاعة من الأموات يعد وسيلة للشرك الأكبر أو هو بنفسه شرك أكبر؟ لا يطلب من الأموات شيء وخلاص، ما يجوز يطلب من الأموات شيء، وشو له تسأل هل هو من الشرك الأكبر أو من المهم لا تطلب من الأموات شيئا، وابتعد عن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر الدعاة في وقتنا لكن قليلا منهم من يدعو إلى التوحيد والعقيدة، فهل من لم يدعو إلى التوحيد يعد مخالفا للرسل فيحذر من دعوته؟ يحذر، نعم، الذي لا يدعو إلى التوحيد يقول ما هو بلازم التوحيد، ويحذر من الذنوب والمعاصي والربا والزنا وما أشبه ذلك، هذه دعوة ليس لها رأس، مثل الجسم الذي ليس له رأس، هل الجسم بدون رأس يكون حيا؟ لا، ميت، هذه دعوة ميتة ولا فائدة من ورائها،
وهذه مخالفة لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم أول ما يبدأون بالتوحيد، فإذا تقرر التوحيد وتحقق التوحيد صاروا يعلمون الناس أمور دينهم. ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، إنهم أجابوك لذلك. أما ما أجابوا ما في فائدة، لو صلوا الليل والنهار ما في فائدة. وكل دعوة لا تهتم بالتوحيد فهي دعوة ميتة ولا تنتج شيئا أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقرض شخص شخصا مالا ليتاجر فيه وبعد مرور إذا أقرض شخص شخصا مالا ليتاجر فيه وبعد مرور عام على ذلك المبلغ قال المقترض الذي أقرضه: لا تزكي على المال الذي عندي فأنا سأزكي عنه، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم، يجوز أنك تدفع الزكاة نيابة عن غيرك، إما من مالك وإما من ماله هو، لا مانع من ذلك، يجوز الإنابة، لأن هذا تدخله النيابة، إخراج الزكاة تدخله النيابة، لكن لابد من النية من صاحب المال، لابد من النية. أما لو أخرجته بدون أنه يدري ولا ينوي ما تجزي هذا، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.